تحولات الرواية الفلسطينية عنوان تظاهرة في تونس منظمة من قبل بيت الرواية، حيث ستقام فعاليات التظاهرة في 25 من شهر نوفمبر الجاري لتدوم مدة 3 أيام، وتهدف إلى رصد أهم التغيرات الحاصلة في أشكال ومضامين الرواية وكذا الواقع الذي تعرفه. سيلتقي خلال التظاهرة نقاد وكتاب من تونس وفلسطين، لأن الرواية هي الملاذ الأفضل للكتاب الفلسطينيين للحفاظ على ذاكرتهم الجماعية وحماية تراثهم من الاندثار. يخوض الأدب الفلسطيني حرباً لاستعادة الذاكرة والتاريخ وترسيخه في نفوس الأجيال الصاعدة وتقديمه للقراء حول العالم في قالب فني جميل يستحسنه القراء ويفهمون حقيقة ما يحدث في فلسطين. تتخلل تظاهرة ندوة محورها الرواية الفلسطينية والمعتقل، والتي سينشطها نقاد وكتاب سيقدمون عصارة تجاربهم في تأريخ الواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي الذي يعيشه الفلسطينيون منذ فقدان أرضهم عام 1948.